لا أريد أن أنتظر كثيراً، أريد العودة إلى الجزائر فوراً. هذه الكلمات كانت الأخيرة للفنانة وردة الجزائرية لمرافقتها الدائمة نجاة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. عادت وردة إلى الجزائر لتكون العودة رحلتها الأخيرة على متن طائرة خاصة أمر بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي اعتبر أن حكمة الله أن تودع وردة دنياها وهي تستعد مع أحرار الجزائر للاحتفال بالذكرى 50 لعيد الاستقلال. أنا ما ابتديتش عشان الشير، أنا أولا ابتديت عشان في أغاني وطنية، فكان الوضع مختلف خالص. ابتديت الأغاني بتاعتي كانت حرب ضد فرنسا عشان الجزائر بلادي. مئات المواطنين الجزائريين وكذلك الضيوف العرب وفدوا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيدة وردة في قصر الثقافة في الجزائر، حيث وصل الجثمان ملفوفا بالعلمين الجزائري والمصري في حدود 10 صباحا. وسط حشد جماهيري رسمي وشعبي، حمل الجثمان إلى مقبرة العالية لكبار الشخصيات، حيث وريت في الثرى في مربع الشهداء. بين يوم وليلة افتقد الملاء وردة، افتقد شذاها وعطرها وصوتها الكرواني. خليك هنا خلي بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة، ما بلاش تفارق.